على أرضية ملعب بركني استقبل المتعثر من جولته السابقة أمل الأربعاء ضيفه شبيبة الثورة، وكله عزم على جبر كسره. المباراة لعبت في جلها لصالح أمل الأربعاء رغم أسبقيات شبيبة الثورة في التهديد في الدقيقة الخامسة، وكذلك أسبقية التهديف في الدقيقة الثانية عشر عن طريق اللاعب بالخير بعد خطأ من الدفاع أمل الأربعاء. هدف كان له الأثر الكبير على أداء اللاعبين مما أدى إلى توالي إهدار فرص التعديل. ففي الدقيقة 19 فرصة أميري تعلو العارضة، ونوبلي يضيع ما لا يضيع في الدقيقة 21، وكذلك كان الأمر في الدقيقة 25 بعد تنفيذ جاما للخطأ لكن الدفاع يردها، لينتظر مناصري الأربعاء الدقيقة 29 إثر إعلان حكم المباراة عن ضربة جزاء ينفذها بتألق اللاعب أميري معدلا النتيجة وباعثا النفس من جديد لفريقه. وبالمقابل شبيبة الثورة انخفضت مردوديتها فوق الميدان ليستحوذ رفاقاء شرفاوي على الكرة طيلة بقية الشوط الأول. الشوط الثاني عودة قوية لفريق أمل الأربعاء، ودائما بواسطة اللاعب أميري، وفي الدقيقة 57 وبطريقة رائعة يضيف الهدف الثاني الذي حسم نتيجة المباراة، لأن كل ما جاء بعده لم يكن ليغير نتيجة هدفين لهدف لصالح أمل الأربعاء. الحمد لله كما يقول لك اليوم بون هاد ليكيب تاع الثورة نعرفوها، سي اون ايكيب كي فواياج تري بيان و لا بروفي اجوردي ايزون اوفير لو سكور. الحمد لله لي جوار تاعنا ايزون في بروف دو دان مونتال كيما نقول لك تري امبورطون. On a pu quand même revenir au score. Ils n'ont rien lâché. Ils se sont battus jusqu'à la fin. Alhamdoulilah, le résultat il était là à la fin.